شاء الله راح اشرح لكم طريقة شغل السكارف الرجالي. السكارف مشغول بباترون سهل بسيط جدا رجالي بامتياز، انا بسميهم الباترونات المرنة، بحيث اني عندي كل باترون بيعطيكي اعداد للتكرارات، اعداد بالاسطر يعني، بحيث بالاخير يطلع الشكل المطلوب. لكن عندك كمان في باترونات تقدري انت تتحركي فيها، يعني اعطيكي اعداد لكن انت بتتحركي بالكيفيه اللي انت بدك اياها، يعني انت اللي بتحركي الشغل، ما هو اللي بفرض عليكي طريقه الحركه. مثلا هون عندي انا ميزه هالباترون بانه اول شغله الوجه والقفا نفس الشيء، يعني بيعطيكي نفس النتيجه، يعني بس خلصتي مثلا السكارف ما بتميزي الوجه من القفا نهائيا، فالنتيجة واحدة على الوجهين، وهي من النقشات المرغوبة للسكارفات بأنه تكون يعني يكون الوجهين نفس الشيء. هاي أول ميزة. تاني ميزة بأني بقدر أتحرك فيه مرة يمين مرة يسار على الطريقة اللي بدي إياها، بتعطيني شكل. هلا هون عطتني شكل الخطوط المائلة، ممكن تعطيني شكل الثمانية، ممكن إذا عكست تعطيني شكل السبعة. شايفة هون، هون ثمانية، هون السبعة. يعني لذلك قلت لك اني هذا انا بعتبره من الباترونات المرنة. اول مرة شفت الباترون على بطانية بيبي كانت بهذا الشكل، عبارة عن خطوط مائلة بهذا الشكل. اشتغلت انا منه سكارف وكله كان بنفس الطريقة، يعني خطوط مائلة. لما شفت الباترون عم بقدر اتحرك فيه مثل ما بدي، اشتغلت جيلة الصبيانية بحيث قسمت الصدر بالنص والظهر بالنص، قسم راح الخطوط المائلة راحت معي على اليسار، قسم راحت على اليمين، وكان عم بشكل لي سبعات بالمنتصف. طلعت يعني جدا نقشة مرتبة. لما شفت الباترون عم بيروح معي شي يمين وشي يسار، فاشتغلت الجاكيت. هلا رح فرجيكم هذا الجاكيت لانه تحت ايدي. اشتغلت الجاكيت، طبعا ظبطت الاعداد انا بحيث بس ضبطت المنتصف، يعني بحيث اني يزبط معي المعين. مرة قسم اخذت على اليسار، قسم اخذت على اليمين، وقفت عند عدد معين، بعدين رجعتهم وصرت التقي وافتح معينات بالتناوب، افتح معينات بهذا الشكل. بنفس الوقت بالنص صدفت اني في يكون في معين بحيث السحاب يكون بالمنتصف تماما. وطبعا بدك تكوني منتبهة بطريقة الخياطة وإلى آخره. وهذا الجاكيت هيأته، ورجلان مثل ما قلت لك، وشفته أنا على النقشة، يعني شفته على الخيوط التخينة عم تعطي جحوظ للنقشة، زائد حتى اللون الغامق يعني عم تعطيه جحوظ مرتب، مبين كأني هيك بنقول له محجر. وعلى الخيوط الكاشفة، رح أشيل هاد، على الخيوط الكاشفة عم تعطي تونيسة للخيط، يعني هل التبادل بين القطب الأمامية والخلفية عم يعطي هل الخنادق هاي عم تعطي تونيسة للخيط، بحيث عم تفكري الخيط مونس هو سادة. النقشة سهلة كتير، ممكن إنك تشتغلي على أبر دائرية يعني حلقة كاملة وتخليها بس اتجاه واحد. بدك تعمليها مثل ما انا هلا عملت، ثمانات رجعت بعدين سويت سبعات الى اخره، انت مثل ما بتحبي. انا علي اني اشرح لك وان شاء الله رح تلاقي الشغل كتير سهل. بلشت انا طلعت اول شي عم بشتغل الاتجاه على اليسار، بعدين شفت حالي بدي امل، قلت بعمل ثمانات، كم تكرار بدي اعمل؟ فقلت يعني الشغل هيك طويل بده يكون، بده يصير نفسه نفسه نفسه، لا في حردات لا في شيء، يعني قطعة مستطيلة هي. فقلت بغير وهم بيصير شكل، بحيث إذا حبيت إني أسكر بالأخير يعني ما طولت، لو حبيت إني أسكره بفرض بخياطة وتصير دائرية على الرابع، فهي عم تعطيني شكل السبعات والثمانات. وإذا كان صاحبة حب إني تكون قطعة مستطيلة بدون ما تكون مسكرة على الرقبة، فلما يعني بتنزل على الكتف فبتعطي شكل الزجزاج. بلشت هون النقشة عبارة عن تكرار للعدد أربعة، وممكن إنك تساويهم ثلاثة، وممكن إنك تساويهم اثنين، وممكن تساويهم خمسة،
يعني العدد انت بتحطيه التكرار اللي انت حاببتيه، كمان حسب خيطك اذا رفيع ولا تخين، تمام. لكن انا شفته بالاربعه انسب الشيء، يعني عم يطلع اجمل الشيء بالاربعه. جربت انا لاني على اكثر من قطعه قلت لك، فعم بشتغل الاربعه تكرار، أربعة أمامية أربعة خلفية، أربعة أمامية أربعة خلفية. أنت قد بتحبي تزيديهم براحتك. أنا كم واحد سويت هلا هذا التكرار ما تحسبي، لأن هذا سطر البداية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. وعملت الجوانب كمان من أربعة لهالجانب، أربعة لهالجانب صاروا 16، يعني 16 مرة عدت الأربعة. فيك تقللي مثلا تساويهم أقل من هيك، ممكن لنصها، يعني حسب أنت العرض اللي بدك إياه. يعني فهون أنا كررت 16 مرة الأربعة لحتى عطتني دور البداية، تمام. واحد هذا ما بتعدي، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ليش الحافة هي المارينة؟ لأني أول شيء عشان الثبات، هي ما راح تلف على فكرة، لكن راح تعطي طعجات، فالثبات زائد إني مثل ما قلت لك ما بقى بتميزي الوجه من الأفا، هذا وجه وهذا أفا، نفس الشكل نفس الشكل، اللهم فقط هو خط النهاية اللي بده يميز لك الأفا من الوجه، تمام. بنباشر الشرح ان شاء الله ما بكون نسيت شيء. بنباشر الشرح انا بالنسبه للبدايه هون، بس بدي انوه على شغله، انا مباشره من سطر البدايه اشتغلت دور القفا وباشرت نقشت فورا. ممكن انك تعملي حافه من مثلا سطرين اربعه اللي بتحبي كمان بالغرزه المرنه، لكن لان النقشه القطب الخلفيه بدها يعني تعمل منخفض بسيط، وعندي القطبة المارينيه راح يعني يعطيني مثل شكل الزجزاج هالمطبات هاي، فضلت اني اشتغل مباشرة انقش لحتى ما اوقع بهالمشكلة. هيك انا شايفة هذا هو خط البداية او النهاية، نفس الشيء ما عندي هالحافة اللي عملتها هون. بنباشر الشغل، بنقول بسم الله، عبيت انا هون التكرارات اربعة، هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة، 20 قطبة، تمام. راح اشتغل فقط دور القفا، بس اول اربعة من الطرفين راح يكونوا بالغرزة الامامية، هاي 2 3 4. صبايا اذا كنتي بدك تشتغلي الحافة برجع بأكد تشتغلي دورين او اربعة بالقطبة المرنة وبعدين تباشري نقشتك براحتك. بعدين راح اشتغل قطب خلفية، لحد ما يضل عندي اربع قطب، والاربع قطب اللي بتكون هي الحافة الثانية. تمام، هاي 1 2 3. اخر قطبة فقط بقلبها واشتغل خلفية لحتى يطلع عندي الطرف مرتب، وفيكي تشتغليها امامية ما في اي مشكلة، كمان تطلع على الوجهين نفس الشي. بنيجي على تقسيمة النقشة، اول قطبة بسحبها وبعدين بشتغل 3 قطب، هدول صاروا 4 للجنب، وبعدين عندك تبادل بين الأمامية والخلفية، 4 أمامية 4 خلفية، 4 أمامية 4 خلفية، قد ما كان عندك التكرار اللي انت حاططيه. هاي 1 2 3 4 أماميات، بقلب خيطي، 1 2 3 4 خلفيات، 1 2 3 4 أماميات، وهيك صار عندي التكرار خالص. بجي على آخر الشي، 1 2 3 4، هدول الحافة وآخر قطبة بقلبها.
دور الأفا راح أشتغل معكم فقط هالمرة دور الأفا، وبعدين فقط راح تشوفوا أوجه السطر الفردي أو على الوجه، لأني بالخلف دائما مثل ما بتشوفي تشتغلي، يعني النقشة كلها الشغل فقط فيها على كل دور وجه. التغيير بده يصير فقط بأدوار الوجه، وكل دور وجه بتشتغليه بأدوار الأفا مثل ما بتشوفي الغرزة بتشتغليها. هل عندي هذا أول سطر اشتغلته من نقشة، عندي دور الأفا، هلأ هو الثاني، هاي 4 قطط، هون عندي خلفية بشتغل خلفية، 1 2 3 4، تمام. اللي بعدهم أماميات، بشتغل أمامية، 1 2 3 4، اللي بعدهم خلفيات، 1 2 3 4، وهيك ضل عندي فقط القطبة الأمامية أو المرنة، وآخر وحدة بسحب. نرجع لدور الوجه، هلا صرنا او السطر الثالث بالنقشة، تمام. كل 4 عم نبدل، اول دور بالنقشة كان 4 4 4، ثالث دور بالنقشة او ثالث سطر بالنقشة اول 4 فقط تنتبهي عليهم، هن اذا كانت بدك تروحي على اليمين ولا كنت بدك تروحي على اليسار حسب ما انت حابه. انا هلا حاليا بدي اروح على اليمين، يعني خط الاتجاه الخطوط المائله راح تكون على اليمين، فهون بده يصير التغيير باول، يعني اول تكرار بده يصير فيها التغيير، يا اما بدي نقصهم يا اما بدي اكثرهم. اذا نقصتهم راح تروح معي الخطوط المائله على طرف اليمين، واذا زدتهم راح تروح معي على طرف اليسار. كيف راح انقص كيف راح ازود؟ اول 4 اماميات راح اشتغلهم هلا 3 اماميات، التغيير بده يصير بالقطبه الرابعه من التكرار، تمام. راح اشتغل قول بسم الله، 2 3 4، عندي رح اشتغل 1 2 3، هون عندي مثل ما انك شايفة قطبة امامية، هلا بقلب وبساويها خلفية، 1، التكرار شقد 4، ما بتغير عدده. انا هون صحيح عم بنقص، لكن اللي نقصته من هون بدي اعوضه بالاخير، هلا التكرار هو 4، فاثنين ثلاثة اربعة. اللي بده يصير رح يضل عندي قطبة خلفية من التكرار الثاني، هاي بقلب خيطي وبشتغلها أمامية، بضم مع التكرار اللي بعده، 2 3 4، هلأ ضل عندي وحدة، هاي اللي فتحت لي تكرار جديد، هون أنا كنت نقصت وحدة هون طلعت، فبدي أرفع خيطي وأشتغلها خلفية لوحدة، اللي بنقصه هون أو بقلبه هون بالاعداد راح يطلع من هون بتكرار جديد، بقلب وبشتغل الحافة، 2 3 4، بنروح على الدور اللي بعده. هلا اللي بيصير عندي دور القفا راح اشتغله وارجع لكم دور وجه جديد. صرت بسطر جديد من ناشئ، تمام، شايف شلون تحركت معي هالاربعه، تحركت انتقلت معي على اليمين، بباشر وبشتغل اول 4. هلا كم وحدة عندي؟ 3، راح اساويهم تنتين، هاي وحدة تنتين اماميات، اخر وحدة من التكرار هي اللي بدي اغيرها وبساويها مثل اللي جنبها خلفية، صاروا وبعد 2 3 4. قديش ضل من التكرار؟ كمان وحدة، بقلب خيطي وبضم مع التكرار اللي بعده، 1 2 3
أربعة. قديش ضل؟ وحدة. وأنا كنت فاتحة تكرار جديد كمان بقلب خيطي وبضم مع التكرار الجديد وصاروا تنتين. هون نقصت نقص التكرار قطبتين، هون صاروا تنتين، فتحت تكرار جديد. رجعنا على دور الوجه، اشتغل وضب مرنة أربعة. تكرار عندي إياه ضلوا اتنين، هلا بشتغل وحدة والأخيرة بقلبها وبسويها خلفية. كم وحدة أشتغل؟ أربعة تكرار. هاي ثلاثة، عفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، ضلت وحدة بنزل خيطي وبشتغل، وهيك أنا عم بحرك أو عم بزحلق القطب. الأسلم صبايا، كل دور كل ما خلصت الدور قفا تشيكي على يعني تطلعي على الوجه تشوفي القطب رايحة صح، يمكن لربما يكون في عندك قطبة نسيانتية مانك مشتغلتية أو مانك قلبي شغلة. فتصحيح الدور مباشر سهل بإبرة الكروشيه، ممكن إنك تسحب القطبة وتقلبي الشغل وترجعيه يعني تسويها بالطريقة الصحيحة. لكن إذا حسيتي حالك أو شيكتي على الشغل وكان بعيدة، بفضل انك تفك الشغل لاني راح تنزعلك شكل الخطوط المائلة. هلا راح نشتغل دور، صرنا هلا باخر دور من انه نخلص اول تكرار. ضلت عنا قطبة واحدة وعندي هدول اربع قطب اماميات ما بتغيروا. شوفي هاي هي القطبة الوحيدة اللي ضلت امامية، راح تصير مثل اللي جنبها وبقلب خيطي وبشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة، بقلب خيطي ضليت وحدة بضم مع التكرار اللي بعده واحد اثنين ثلاثة أربعة، ضليت وحدة بقلب خيطي واحد اثنين ثلاثة أربعة. ضل عندي هلأ أربع قطب هني الحافة، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة. هيك خلص الشغل. عمليا كم دور؟ بس لأخلص التكرار أسطر أمامية عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذا الخامس أمامية. ليش؟ لأني عندك سطر اللي نقشتي فيه وبعدين اللي بدلتي وحركتي فيهم الاتجاهات، شايفه هاي فقط. هلا هون ايش صار عندي؟ خلفي هالطرف الامامي هاد فقط عم بتحرك، يعني هم عم تطول النقشه وفقط عم بتحرك، راح يصير هون وهيك عم تسكري تكرار وتفتحي تكرار، تسكري تكرار وتفتحي تكرار. راح اشتغل كمان دور بالقفا، خلصت هلا دور القفا وبدي ابلش بشغل تكرار جديد. عندي أول أربعة اثنين ثلاثة أربعة، جينا هون الأربعة أول شي خلفيات، تمام؟ اللي بدي أسويه الثلاث الأولانيات راح أشتغلهم خلفيات، بيضلوا خلفيات اثنين ثلاثة. آخر وحدة فقط هي اللي بغيرها مشان تلحق الرفقات اللي بعدها وبسويهم واحد اثنين ثلاثة أربعة. ضلت وحدة بقلبها وبسويها مثل الرفقات اللي بعدها واحد اثنين ثلاثة أربعة. ضلت عندي وحدة مثل الوحدة اللي قلبتها هون، مختصرتها قلبت شغلة يعني، وهون صار عندي وحدة اثنين ثلاثة أربعة بقلب. صرت بدور وجه جديد، هدول أول أربعة وهون هدول الأربعة الأولانات ما بتغيروا. عندي هون تغيير بأول تكرار ثلاثة، فلازم أشتغلهم اثنين. آخر واحدة بقلبها
ضليت واحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ضليت واحدة، بقلبها مثل اللي جنبها وبكمل. دور الوجه، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة، هون واحد، ضليت واحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تبديل فقط بين الأمامي والخلفي، بكمل ضل عندي الحافة. ظلت عندي اطبة واحدة، شايفة؟ خلفية، راح اضمها على التكرار اللي جنبها وراح تصير امامية، وصار عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة، ظلت واحدة امامية اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وخلص التكرار. طبعا حسب العدد اللي انت حاطتيه. تمام صبايا، هاي هي النقشة فقط. شايفين صبايا؟ هذا هو التكرار. شايف شلون عطت شكل كتير مرتب، عم تعطي اغمق واكشف. هاي انا رايحه على اليسار، اذا بدي اروح على اليمين التكرارات هدول نفسهم. انا اول شيء كنت عم بشتغل ثلاثه والرابعه عم بقلبها، هون بالعكس بتخلي الاربعه وتفتحي وحده جديده. يعني اذا كانوا هدول اماميات، اول وحده بتفتحيها خلفيه وبعدين تشتغلي اربعه، وهون بده ينقص معك بالتكرار الاخير بحيث يصير ثلاثه، بدل ما كان عم بنقص بالاول راح ينقصوا بالاخير. فقط هيك بتتحرك فيها يمين ويسار على كيفك. صبايا وصلنا على مرحله تركيب الشراشيب، انا مخلصه كلياتهم تركيبهم، لكن ضلت وحده اركبها معكم. ما حكيت عن الخيط، انا خيط عم بشتغل باليزا انجورا جولد، الخيط رفيع، سويته على طاقين، الشغل كله كان فيه على طاقين، ممكن كبكبتين تكفيكي باريحيه. بالنسبه لي انا عملتها عريضه، يعني انا شوفي هلا هيك شبري 21 تقريبا 25 سنتي عرضه، ف اخذت معي كبكبتين ونص، الشراشيب بياخدوا منيح، فممكن انك تقللي وتعمليها فقط 20 سنتي وتكفيكي كبكبتين باريحيه. الاطوال اللي بدك تشتغلي فيها بتحس تقيسي شقد بدك طول الشرشوبه، هيك على طاقين بدك تاخدي انه شقد بدي طولها كذا كذا. المهم انا قصقصت الخيطان كله بقياس بعضه، جهزتهم، بلشت اعلق، اشتغلت اللفه على نمر رقم 4، كسمت ممتاز جدا، و يعني اسمك من هيك بشوفها كتير. يعني انك مثلا تقللي على 3.5 او تعملي 3 خيوط تضميها على بعض وتشتغليها بالاربعه، كتير رح تطلع سميكه. اذا تشتغلي على 3 خيوط فاطلعي بنمره، يعني اشتغلي على 5 او 5.5 ممكن انك تشتغلي، للي بتحب تشتغل بالابر التخينه. بالنسبه لهون انا وين بدي احدد؟ طبعا المسافات بدها تكون وحده، انا حطيت اني كل يعني ادوار القفا راح احط وحده، شايفه هيك كل دور قفا حطيت وحده، وعلى الاطراف كمان حطيت. فهون انا وصلت، بدي ادخل بالمخرز، ما باخد على الطرف على الطرف، لا ادخلي لجوا كمان شي دور، وهيك بالنص مثل ما انت شايفه بسحبهم هالمجموعه كلها، وخدي كل الخيوط. شوفي انا هلا هيك في خيوط ما طلعت معي، تمام. هيك انا اخذت كل الخيوط باذن الله. تمام، ضبط الاطوال. هلا اللي علي هالمجموعه اللي ضلت، بدي ألف وأطالعه بهالشكل بحيث هاللفة هاي تكون على دور الوجه، وبشد
وبعدين اذا شفت فيه خيوط هيك ما عاجبني شكلها بحاول اسحب هيك على الخفيف لاشوف انا الخيط اللي ما هو عاجبني بشده برتبه بهالطريقة هيك. شايفه؟ وهيك هذا هو شغل الشرشوبة هيك تمام. بالنسبة للختم قلت لك بالبداية ممكن انك تشتغلي كحرف بالقطبة الأمامية، لكن أنا مشان ما أطلع عندي هالتمويجات تبعا للنقشة ولطبيعة، يعني طبيعة لما يلتقوا القطبة المرنة مع هالنقشة راح تعطيني هالزجزاج، لذلك فضلت إني ما أعمل نهائيا حافة كبداية ولا كنهاية. بدك تعملي براحتك، زائد الختمة كانت عندي إياها بإبرة الكروشيه بحيث إني أحصل على هالشكل السلسلة هاي. لهون صبايا بكون خلصت معكم ان شاء الله، ان شاء الله ما اكون نسيت شيء يعني من الملاحظات. بتمنى عليكم اذا كنتوا حاسين حالكم مستفيدين الاشتراك بالقناة واللايك والمشاركة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. شكرا كثير لكم.